هاي النواعي مال السيارات، كلها نواعي مال السيارات. خوايش هاي هنا نمشاطة مال صادق عندك رصيد؟ هاي جاء مقاط لا غلماني هاي جكات هاي دبلات هاي هنا نسكور اسباني ما سكور اسباني شاكوش بس تعال شلون راح يذكر لنا اسعار هاي جنجافرات مال كهرباء اشكال والوان الجنجافرات بس الاسعار هاي على 10 وعلى 20 على 15000 والكبار عندي 55 75 600 امبير لأهل المولدات زين كل شيء تلقون عنده يم علاوي ابو الجنجافرات جوزات عندي كل شيء هو اختصاصه بس جنجافرات جوزات زين تجون هنا بسوق النهضة يم علاوي هاي هنا هم عندنا نواعي هذا شغال؟ هذا منه يعني من السوق النهضة وفوق هذا أغلبه غراب يعني تفليش ونواعم وما السيارات وهذا يمسع عطلات هاي المنقلات على شقد سعد؟ على 5000 هاي على 5000 دينار المنقلة يم سعد ممنون منك سعود حبيبي في دول عمرك وهاي هنا هم من عنده بس نوان هذا بيت نوان هذا بيش هذا نوام عنده من الألف للعشرين ألف هاي البسطية مالته هاي النوام اللي عنده هاي مسجلات على 5000 دينار هذا هنا الحج هم عنده دبلات يعني تقريبا هاي سوق السيارات كل شيء يخص السيارات من نص السوق وانت صاعد واسكى اسعار اسعار مناسبه يعني هذا هنا اختصاص مكاين بس المكاين القديمه البرادر هاي شلون اسعار هالمكاين حجي والله ما اعرف فسر مكاين على 40000 100% انزل 30000 انا اقول شي عنده 50000 هاي المكاين القديمة هاي المشاطة على 15000 مشط استيارة وهاي السناسل هاي السناسل على 30000 وهاي الأكبر منها أبوي همين على 30 هاي هم على 30 وهاي هم على 30 شوفوا هنا هم عندنا وياله يعني تقريبا هذا السوق هواية شغلات بي بس دول أهل السيارات المشكلة تعال شلون راح تذكر الأسعار حتى حوض ما سمك موجود بس طاق ذاك دكتورات محاسيات كل شي تلقون هاي بالنسبة للي يريدون الشغلات مال السيارات هاي الشغلات مال السيارات
بس شلون راح القى الولد ويذكر الاسعار؟ ما اعرف. هاي دايناموز، هاي دبلات، انضاف، بعدهم بالكارتون، هاي مدري شنو. هذا ميزان قديم، مو بيش ما كان يبيع. هذا ميزان صغير، هاي هنا في تبمات، هاي دبلات، هاي جاكات. هاي شلون اسعارهم الجاكات؟ على 10,000؟ هاي جاكات ب 10,000 دينار، هاي النواعم ب 3,000 دينار. كل على 3,000. وهاي الكتفات ب 1,000 دينار. لا مو يقدر ياكل عشان. هاي الجاكات على 10,000 دينار. كنا على 25,000. والمراوح أبوي على 10,000 دينار. المراوح أي مروحة على 10,000. كلش هم بار مين واحد من اللي بضحك فيه بس هذا عندنا ولا ما شاد. هاي بسطيات حمودي اغلى شيء عنده ب 25,000، واقل شيء ب 1000 دينار اقل شيء. والله وين اكو هيك؟ هاي هنا مرايات وسيارات، هاي الباب، هاي الحجلات على 10,000 دينار. وهاي العربانة 25 وبيها مجال. وعنده بايسكلات همين مال أطفال. هاي شلون صار أحبه؟ على عشر تالاف. هذا وهذا الوردي منا لحد هذا، هذا على 10,000 دينار. ودنهم على 10؟ ها هذا ب30,000. وهذا بيش؟ على 30,000. يعني أقوى شيء ب30 عندك؟ هسه أروح الدنة هنا أقوى شيء ب30. هنا عنده بايسكلات أقوى شيء عنده ب30,000. دني على 40,000. وهذا الأزرق هم. وهذا الكبير ب60,000. الشيء هاي 125، وقال شيء عده ب10,000 دينار. هاي بالنسبة للنحاسيات. هاي نرجيلة. هاي بيش حسين، هاي هاي بيش ولد، هاي بيش. شكو شغلة نحاسية تلقونها هنا. هاي الصحافيات. هاي هنا شغلات. هاي السماورات. هاي السماور هو الطاستي. هاي هنا دلات، ما دلات. شوف هاي الدلبة ايش قد حلوة. هاي هنا من شغلات. بيش هاي البلورة؟ على 15. وهذا الدرين 40,000. وذاك اي 60,000. ودن الزغار كم سعره يعني؟ انا
40 40 50 ألف 20 ألف أي هنا دائما مو ناس هاي بامات والسيارة مال كماشات مال هاي هنا هم عنده نوع مال السيارة جاي جاي هو على مود هنا جاي 10 هاي الكبات هيك يعني تصوير مال هذا هون هو بس تجارة اعتقد على 20 ألف هاي هنا عنده سم هاي السماعة شلون اسعارها؟ طلع مو الولد وانا سلبي هاي اللي يوصوني يعني اصور لهم صعب تطلع اسعار من يومهم دول هاي هنا جوزانات احجام مختلفة بالنسبة للنوع جاي حار وطعم جاي حار وطعم جاي حار وطعم جاي حار كل شي تريده ما سيارة تلقونه الباصات طور ناس هاي 100 بالفين موكو 10 و500 موكو نازل من 500 موكو نازل من 10 100 بالفين مان جوزان سرع على دفت الغاز هاي بالنسبة للنواعم يعني التلفزيون أرابنا أقلام كيرا ايش هذا؟ شلون سعره الدرين حبه؟ 65 هاي دبات مال مي عندك هم السيارة ليش هذا يا ابن ناجد هذا هاي هنا رونات مال السيارة هاي هنا نويل كاب مال كي هنا دحافيس صغار هذا كاميرات ما كاميرات سوالي هاي كاميرات 5000 دينار هاي
يعني تقريبا كلها 6 5 10. فوايش ما فوايش هاي السوالي. هاي بالنسبة للنوائب. داين ما عندك؟ هاي هاي حكي. ما إن شاء الله ما البنت شاء الله. أقل من ماجي. هاي تايل 2.5. بدلايتات هاي اللي يريدون النواعم. وهذا الفيديو راح اخليه منفصل بس نواعم. بس بالنسبة للأسعار هذا يعني ما اقدر ابدأ شي يذكر لي يعني ثم شيء على شيء يعني شغلاتهم رخيصة. هاي شغلات اغلبها رخيص يعني ومناسبات. شوف عندك هنا مثلا طماط طماط سوبرات حتى قزمة مال حارث موجودة. هاي نواعي شلون يكثر اسعار. هاي بدلايتات هاي غاز صندوق مال عدة. هاي نواعي شو اكيد هاي ما عنده نواعي. ابو قاسين علاقة دوجة ابو فهد أصغر أوتي بالعالم. السيارات دني دريلات على 100,000 يم كريم 100,000 كم ين عنده يعني. وهذا بيش هذا المقص 30,000 هذا المقص. هاي هنا هم غراض مع السيارة دايناموات كل شي تلقون للسيارة من نص النهضة وانت صاعد للأخير. هاي كلها غراض سيارة. شوف هنا هم من جنار هاي مشاطة تقريبا كل شغلات مال سيارة.
عندهم هيك هم دني 250 ألف.